مشاهدينا الكرام، للتعليق على هذا الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف من اسطنبول المحلل السياسي السوري السيد ياسر النجار. أهلا بك سيد ياسر. بداية، أنباء عن خروج 39 قافلة تقل مسلحي جيش الإسلام، هل برأيك خروج جيش الإسلام كان يحتاج لمجزرة بالكيماوي حتى ينفذ اتفاق خروجه، أم أن المجزرة كان لها أهداف أخرى؟ مساء الخير. حقيقة النظام الأسد هو بالنسبة له قتل السوريين أصبح بالنسبة له يعني عادة، لذلك عندما وجد أنه لا يوجد أي عقوبات أو أي رادع دولي ولا قرارات أممية تطبق عليه، أصبح استخدام الأسلحة المحرمة دوليا أصبح عادة بالنسبة له. وبالنسبة للسوريين، دماء السوريين أصبحت مجرد يعني موقف يتأثر أو يندد به بعض الدول، تندد به بعض المسؤولين، وفي نهاية المطاف يتم طوي هذا الأمر. أنا بتصوري بشار الأسد أراد أن يصدر هذه الرسالة إلى كافة، أولا إلى المجتمع الدولي، على أنه انتصر ليس فقط على إرادة السوريين، وليس انتصر فقط على معسكر كان يفترضه يدعم الثوار، وإنما هو انتصر على مجلس الأمن، وانتصر على الجمعية العمومية، وانتصر على كافة القرارات الدولية. الرسالة الثانية أراد بشار الأسد أن يقول فيه إلى الدول التي وقفت أثناء الثورة في الطرف الآخر، على أنه يستطيع أن يقوم ما يحلو له، ويستطيع أن يقوم بالمجازر، وهذه رسالة لهم أن إيران نفسها تستطيع أن تتمدد خارج الأراضي السورية عبر نفس الأدوات ونفس الأسلحة. أنا أتكلم عن حزب الله، ولكن يعني ولكن إذا سمحت لي، الولايات المتحدة تتحدث عن نية الرد على النظام بعد الهجوم الكيماوي في دوما، ما أشكال الرد الذي يمكن أن تتبعه أو تتخذه الولايات المتحدة؟ يعني في تصوري الولايات المتحدة الأمريكية ليس أمامها خيار، وخصوصا أنا أتكلم عن الإدارة الحالية، إدارة ترامب التي عادت إلى على إدارة أوباما لأنها ضعيفة وقللت من شأن احترام الولايات المتحدة الأمريكية. الآن ترامب وكما عهدنا رجل يعني يقوم بردود أفعال مباشرة ولا ينتظر يعني قرارات دولية. أنا بتصوري هو عازم على اتخاذ موقف مواجهة مع الروس، هو يعلم أن أوباما استطاع أن يقنع الروس أن يقدموا السلاح الكيماوي من أجل أن لا يكون هناك ضربة كيماوية عندما استخدم السلاح الكيماوي في عام 2013. الآن ما هو الثمن الذي يجب أن تدفعه روسيا حتى لا يكون هناك تدخل عسكري عميق؟ ولكن ما وجدناه في مطار شعيرات بعد مجزرة خان شيخون لم يكن بهذا الحجم. بتصوري الآن التوافق الأوروبي، بريطانيا وفرنسا والولايات المتحدة الأمريكية يصدرون رسالة على أنه يجب أن يكون ثمن كبير جدا حتى تقبل الولايات المتحدة. طيب، يعني وزارة الدفاع الروسية قالت أن طائرتين تابعتين للاحتلال الصهيوني نفذتا هجوم مطار التي فور. برأيك هل تعتقد أن الرد الأمريكي المبدئي إذا صح الوصف جاء على يد حليفها الصهيوني؟ في تصوري أن روسيا تتمنى أن يكون مثل هذا الموقف، وتعلمون أن هناك تنسيق أمني، لا تستطيع إسرائيل أن تقوم بأي عملية عسكرية بدون أن يكون هناك تنسيق أمني مع روسيا. في تصوري وكأن روسيا استدعت إسرائيل لتقوم بعملية امتصاص وردة فعل بمثل هذا الاستهداف، ولكن بتصوري ترامب يطالب بثمن أكبر من ذلك بكثير. طيب، ضربة جسر الشغور لم تمنع استخدام النظام للكيماوي، ما جدوى هذه الضربات إذا؟ يعني في تصوري النظام لا يزال يحاول توصل رسائل مفادها على أن الحسم العسكري هو خياره، وبالتالي كما تعلمون منذ سويعات قليلة كان هناك ضربة من صواريخ من بارجة بحرية استهدفت مدينة إدلب، واستطاعت أن يعني أن يكون هناك مجزرة بمعنى الكلمة، بكل معنى الكلمة. أنا أتكلم عن 15 شهيد وحوالي 100 من الجرحى، وتصوري هذه الرسائل تتبادلها الدول في سياسة يعني سد وكسر العصا، ولكن الذي يدفع الثمن في نهاية المطاف هو المدني السوري والمواطنين المدنيين في المناطق السورية المحررة. ما الذي يقصده المندوب الروسي عندما يتحدث بجلسة دولية تحضر بها الدول العظمى والكبرى وما إلى ذلك، عندما يقول بأنه الهجوم الكيماوي مفبرك من يرتدون الخوذ البيضاء أي الدفاع المدني؟
يعني كما تعلمون روسيا أرادت أن يكون هذه الجلسة جلسة عامة أكثر من الجلسة التخصصية في سياسة الضربة الجوية التي حصلت في دوما واستخدام السلاح الكيماوي. لذلك سياسة روسيا تريد أن تميع هذه الجلسة ولا يكون هناك اتخاذ قرار مباشر. بتصوري سياسة الكذب أيضا لدى روسيا لم نعهدها، يعني لطالما عهدناها على روسيا أنها يعني تستمر بهذه الكذب. حتى هذه اللحظة لا تعترف روسيا أنها تستخدم يعني سلاح تدمير شامل باتجاه المشافي المدنيين، وهذا أمر عهدناه على السياسة الإعلامية الروسية. لن تقدم ولا تؤخر، ولكن ما تحاوله الآن روسيا أن تكون هذه الجلسة فضفاضة لا تفضي إلى قرارات مصيرية، ولكن بتصور الولايات المتحدة الأمريكية تحتاج إلى أن يكون لديها موقف واضح حتى تستعيد ثقتها، كون أن التصريحات كانت مرتفعة خلال اليومين الأخيرين. السيد ياسر النجار المحلل السياسي السوري، كنت معنا عبر الهاتف من إسطنبول، شكرا جزيلا لك.